الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على كامل الرجاء سيدنا محمد الأمين. بسلل الذات، بالحروف المنمقة، بالحب إلى كل ولاية الوطن، إلى نون النسوة، إلى تاء التأنيث، إلى المرأة أمي وأختي وابنتي وجدتي وأمي الكبيرة الجزائر. أرحب بي وبكل الوافدات من وطننا الحبيب الجزائر. أقول للمرأة في يومها العالمي: سيدتي المرأة، أنت صفة مشبهة دالة على الثبوت. سيدتي، أشتمي مع الحب كرذاذ المطر، ودومي دائما كالطائر في الفضاء الباسم. دعي دمعك بعيدا عن وصمات قلبك الزاهد، كوني كزهرة الأندلس الصبيحة التي تنمق مواطن كل العالم. لا تنسي أنك في هذه الحياة اسم ومعنى، وانتياصك كثيب صعب على سنابل القمح. ستلاحظين أن الحرف صدق وعده ووعيده، وأن الأهل الجوى والهوى لن تصبح إلا في جنانك، وأنك أكاديمية دراسة للدروس، لحب تخصص في جذوع النخال التي لا يضاهيها أي حب. أنت تعلمين أن عقب كل شنخوب جليل وجدانك، ودادك، حبك، اهتمامك، وأحبار ودادك. سيدتي، رجموني ورجموك، بالله عليكم، لما الرمي والرجم؟ ولما الغيرة والوجل؟ ولما الخذلان والتواني والإساءة قولا وفعلا؟ أنحلي لك يا أمي، ولما الشطف والشقاء؟ أحبك يا مرأة، أحبك يا فتاتي، أحبك يا ابنتي. احتويني يا جزائر، احتويني يا موطني، احتويني أرجوك يا جزائر. لن أشد ولن أشارس، لأن آدم أبي، آدم أخي، آدم سيدي وزوجي وحبيبي وقرة عيني وسندي وكتفي وشنخوبي الجليل وطودي. أقول: الحجارة ليست صماء، إنها تلتزم الصمت فقط. صمت طيني والصمت راحة لصموتي، لن يضرب لساني عنقي، فصدري حر وقبر لأسراري. أملك نفسي يوم ملكت منطقي، فصمتي بلا تنفس موسيقى. أنا شاعرة أحترق وأبتهل لصمت. شكرا للسيدة ليلى بومدين من جامعة بوزريعة لولاية الجزائر العاصمة، وهي شاعرة من ولاية الأغواط. نشكر السيدة المفتشة العامة للولاية رئيس ديوان الوالي بالنيابة على الحضور، وشكرا. الآن تتفضل معي الشاعرة بالحرمة حنان من ولاية بلعباس. صباحكم مطرا يرش الشوارع فرحا، يوزع الحنين على الأرصفة، ويغازل النائمين الكسالى، يقرع نوافذهم، يغريهم بفنجان قهوة. صباحكم فرح وسعادة. قصيدة اليوم عنوانها أنثى. أنثى تؤثث فراغها غيمات، تتوسد الرصيف، تشع
تتسرع أبوابها لسفر مربك لتضيع وراء الشباك، ترتك شراع العمر وتمنح للبكاء شفاها بعمر الحزن. أنثى أنثى تكرر وجهها ريح على ضفاف وجنتيها وجع الخريف، يموج فيها نخل قحل يذر رغوة الأجاج. أنثى يتسلى بها القدر ويركض بها في مساء مقفر، وعمر يخفو كي يواصل الموت رقصة الفل في ضفائرها. نص ثاني، صمت الكرام. صمت الكلام يغري ضجيج الحروف ويوقظ النائمين من كهوف النسيان، فأحدثهم عنك حديثا مذهولا وأعزف لحنا المر المعتق موصولا بخيوط شمس تحجبها غيمات عجلا. ليت أني ما نبشت غبار الماضي ولا حلمت بزنبقة كنا نظفر لها حلم الظهيرة التي خلنا، أن الحلم يورق من جدار الصمت وننسى أن الليل يمحي الخطى. أحبك فمن جرد السنبل من وقع الندى. مثل الموت هذا المساء يقرع الأبواب مدججا بأسئلة لم تسلم من جلاد أفرغ صبر صياده وقضم أحلام امرأة أتعبها النهار. كان الصبح قد تنفس وكان هو قد دفن وجهه القديم وجلس ينفث أعقاب سجائر وأعقاب أحلام حين اعتلت هي الغيمات لترش الشوارع ثرثرة وحديثا لم يفطم بعد. شكرا لكم، لأن مثل هذه الملتقيات هي التي سوف تبرز لنا المواهب والإبداعات لبناتنا وللعنصر النسوي الذي يجب أن يشجعه كل كاتب وكل باحث وكل مهتم بالأدب بصفة عامة وبالأدب النسوي بصفة خاصة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. عيد المرأة جمعنا وسيجمعنا مرات أخرى بإذن الله. شكر جزيل وموصول لأهل الجنوب، أهل الغرب كلهم، ورجالا ونساء، وبخاصة الذين نظموا. أيا شهقة أنفاسي لمعي نجوم الليل، تذوقي مرة كأس إحساسي تحت مخاوف الخوف، تحت معضلة وحدتي نزيف شعبي، غربتي غول افتراسي، برغم الرغم للاحتفال عبري أبري وافتحي وقية لفرحة القلب، لفرصة القدر فقط لكي يهزم قناصك وقناصي. ليالي أليالي العمر أقمري، كفاك توغلا في العمياء، استفيقي أوقدي شموعا بالجديد، نوري سمائي بخطوات متجانسة، أشمعي أشلاكك وأشلائي، أسعفي وجعي واغلقي باب الأحزان. أنك ردت من الماضي وأنسى، وأني ما وقت على ذلك أمشي. قل لها حبيبتي لجدي خفضت من الشهاد، قولوا له فبلانتي لكانت اضطراب الأرض أسفل عن حبها. سعاد بوعلي فنانة معروفة من جيل التسعينات، يعني خبشتي تحت عنوان أحبك. إن قلت أحبك فهذا قرار، أو قلت أهواك فهذا اختيار. عيناك
وقلبك ينبض حبا مع كل نغمة عود تمسكه بيدك بكل إصرار. صوتك نسيم عليل في الأسحاب، قبضتك رجولة وعز واحتضان. ومن أين لك بكل هذا العنفوان؟ العشق فيك قليل قليل، وحبك فوق كل اعتبار. هبة السماء أنت ونعمة الأخضر. أنا لست شاعرا لكنني وجدت نفسي أكتبك بكل افتخار. أأنت قدري أم مجرد وهم لينتقم مني الزمان؟ جميل أنت بكل الصفات، موضوع بالفن مثلي أنا. أهذا الزمان زماننا؟ قل لي بربك، أهذا هو الحب أم مجرد أحلام تغمرني كلما ذكرتك؟ إن كنت أحبك فهذا قراري، أو كنت أهواك فهذا اختياري. في قصيدة الأولى تساؤلات جميلة جميلة جدا، يعني ترقى المستوى النثري. وفي قصيدتك الثانية تصوفتي كمجنونة أحبت سماءها فأمطرت بردادها. استحضرني أو تستحضرني أبيات من مجنون المرأة وعشقها، مجنون نزار قباني حينما يقول: علمني حبك سيدتي وأنا محتاج منذ عصور لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أشلائي كشفايا البلوري المكسور، أشجين بالموال ما تردنيش. سيدتي أنت حقا سيدتي، يشهد عليك تاريخ أمتي كم من عالم بالنور خرجتي، طبيبا محاميا معلما وضعتي لحمايتي وطنك ضحيتي، مدرسة من نفسك نصبتي، ماضيك قهرا ظلمتي، لا مالا لا جاها لا تبريد الطيور يمسيك عليك. قاسيت اقسمت عن شرفك ثرت وباعتي. سيدتي انت حقا سيدتي، يشهد عليك تاريخ تاريخ
وكل نساء البلاد غيابك سيدي واتبع خطاك علك تحن، خذ كبرياءك معك وانحني حيث تشاء وحيث تستقر. عانق جديدك واقبل، فأنت اليوم طليق حر. امحي حضورك بالغياب وارمي بعدك لبعدك، ارمي كلك للبحر. سقط العتاب عن العتاب، تحياك يمينا وشمالا كثر. أنا عيني قابلتني ما تحشم، واللي عينه كيف عيني محتالة، خلاني نهوى بعينه كاس السم، والعينين اللي بحاله مبتالة، والكاس اللي ما شربته زاد الهم، ودهمومي في قلبي شعالة، زاد الهم على همومي متحتم وهضرت عيني مطبوع الكيالة. ما نقدرش نقول بلساني نبغيك، وما لازمش في كتابي نكتبها، وما لازمش شوف عيني يا عيني كلمة حب محال شفافي توزنها، ومن غير ما نقول قالوها عينيك وحرت أنا ياكي الروح نواجبها. حشامة ومن غير حبي ما نهديك، وحشمتي هي سبب غبيلتها، سهم الحب هو رماني بين الدين، وهذا الروح بتاع له معذبها. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أقول من هذا المنبر كل عام وأنتن وأنا بألف خير. يقال وكل رجل عظيم امرأة، وعظمة الرجل من عظمة المرأة، وعظمة المرأة من
من عظمه نفسها. فكل عام وانتم وانا بألف خير. فيروز اديبه وشاعره من ولايه خمس مشم، هي من ذوي الاحتياجات الخاصه والمشتركه على مدى المجهود. ما قدرتش تشارك معنا في المنطقه لانها بظروف صحيه، لكن لبت الدعوه وحضرت اليوم معنا. نشكر الاهل تاعها، هي شاعره من ولايه خمس مشم، شاركت في العديد من المهرجانات في ولايه الوطن، محصله على عده جوائز، فلتتفضل. مشكوره. وسلام سالم يفضي العقل عافية، والسلام عليكم سلام سالم يرمي يشكر الله حمدا، والسلام عليكم سلام سام بأنيش زهري بالورد عناق، وسلام شبا بالغوان غال مشتاق، فسلام الله عليكم جميعا. بادئا ببدء اقول لكل امراه موجوده معنا عيد سعيد، ودمتن ورودا تمترن هريج كنا في كل مكان تحلنا فيه. قصيدتي اليوم على غايه عدد في القصيده، اليوم سامر الى المدحون، وفي حياه كل واحد منا سواء كان رجل او امراه هنالك ايقونه في حياته وهي الام. فقصيدتي اليوم للام اسميتها زهره حياتي. نفوت اغنيتها لانها ملتزمه بالوقت وعندها انضباطات في ولايتها. صباح الورد صباح الياسمين، سيدي وسيدتي، في عيدكن اتمنى لكن كل خير، وكل وان شاء الله تكون هذا الغيث غيثا نافعا يا رب العالمين. تحياتي، وبصراحة سميتموني ضيفة شرف هذا اللقاء. أشكر كثيرا ذكرا خفيفا كان يصعد قليلا قليلا إلى هذه المنصة. أشكر الفنانة الكبيرة الكبيرة كبار الجزائر العظيمة عظمة ما أنجبته الجزائر الفنانة سعاد بوعلي. Thank you.
أشكركم عاليا على أنكم شرفتمونا في ولاية عين تيموشنت، وأتمنى من كل قلبي أن يتجدد اللقاء سنة بعد سنة ليكبر هذا الملتقى ولتكبرونا ونكبر فيه معا. الف 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 شكر مني انا سعد ولد فنانه من وعد.